تعامل قوات الجيش والشرطة مع تظاهرات جامعة الأزهر الرافضة للانقلاب العسكري الأحد الماضي خلف أصداء لا يبدو أنها ستخفت في القريب العاجل، أصداء لا تزال تتردد داخل أسوار الجامعات المصرية وخارجها لليوم الثالث على التوالي. نهار الثلاثاء شهد تجدد فعاليات طلاب الأزهر المحتجين على ما طال حرم جامعتهم من اقتحام وإطلاق رصاص وغاز، وما تعرض له زملاؤهم من قمع واعتقال، وخاصة بعد أن قضي بحبس العشرات منهم 15 يوما. جامعة القاهرة كان لها نصيب بوقفة نظمها طلاب ضد الانقلاب نددت بما اعتبره الطلاب دليلا على سياسة السلطات القائمة بعد الانقلاب في تكميم كل الأفواه الرافضة لها. طلاب جامعة عين شمس أيضا تظاهروا مؤكدين على مطالب زملائهم المنادية بإقالة رئيس جامعة الأزهر وشيخ جامعه الذي يرونه ضالعا في سيناريو الانقلاب العسكري. في القاهرة أيضا تظاهر طلاب المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 من مايو جنوب العاصمة رافضين تدخل الأمن في فعاليات الطلاب ومرددين هتافات تندد بما يصفونه حكم العسكر. خارج القاهرة تفاعل طلاب جامعات كثيرة منها بني سويف مع فعاليات المطالبة بالشرعية، كذلك كان الحال في كفر الشيخ شمالي مصر. لا تغيب الإسكندرية وطلابها عن حراك كهذا، فتظاهرات العاصمة الثانية تخرج يوميا سواء في ذلك داخل الجامعة أم خارجها. احنا مكملين في كل وقت وفي كل اتجاه وفي كل مكان، واقفين النهاردة واقفة علشان نجيب حق المعتقلين وحق الشهداء والناس اللي بتتهان في الشارع وفي كل ميادين مصر. أما في جامعة المنصورة فقال شهود إن بلطجية اعتدوا على مسيرة رافضة للانقلاب بعد ظهر الثلاثاء أثناء مرورها بجوار كلية الحقوق، ما أوقع إصابات بين الطلاب، فيما اقتحمت قوات الشرطة بصحبة البلطجية حرم الجامعة وأطلقت قنابل الغاز في تكرار لما وقع بجامعة الأزهر قبل يومين. على وقع أكثر من 100 يوم من التظاهر في ظروف صعبة ومخاطر كثيرة، فضلا عما أكسبه بدء الدراسة من زخم، يتساءل مراقبون هل يفلح قانون التظاهر المرتقب في صد زخم متنام من فعاليات رفض الانقلاب؟ وإذا كان قمع المتظاهرين يبلغ هذا المدى والقانون لا يزال قيد الدراسة، فكيف لو أقر؟